وسهلا. مرحبا وينو. اهلا وسهلا. هل تستطيع ان تخبرني ببعض المعلومات عن مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي؟ يعد جامع الشيخ زايد الكبير احد اكبر المساجد في العالم ومن اضخم الاعمال المعماريه التي تمزج بين مختلف مدارس العماره الاسلاميه. يتميز الجامع بعدد كبير من القباب تصل إلى 82 قبة وأكثر من 1000 عمود، كما تزين الجامع فريات مطعمة بذهب عيار 24 فراطة، وتغطي أرضية أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم، كما تتدلى في قاعة الصلاة الرئيسية في واحدة من أكبر الثريات في العالم. وماذا عن المآذن في هذا الصرح الجميل؟ يحتوي هذا الصرح على 4 مآذن يبلغ طول كل مئذنة 106 أمتار تقريبا، وتتكون من 3 أشكال هندسية مختلفة. يأخذ الجزء الأول من المؤذنة شكل المربع ويمثل قاعدة المؤذنة، حيث يعكس أسلوبه المعماري الأسلوب المغربي والأندلسي والمملوكي. شكرا لك وينو. أتمنى لكم التوفيق في برنامج مساكم خير.